تغيير واضح في بيئة محافظة واسط بعد سنوات التصحر الأخيرة والزحف السكاني المتزايد، ما دفع المدن إلى الاتساع نحو المناطق البرية لتكثر بذلك حالات ظهور الحيوانات المفترسة. ولعل آخر هذه الأحداث ظهور ذئب بري في العزيزية شمالية واسط، وبحسب من شاهده فإن الذئب من الأنواع الصحراوية الشرسة، إذ إنه حاول افتراس طفل وسحبه إلى الصحراء لولا تدخل الأهالي الذين أنقذوه بصعوبة من الفك المفترس. إحنا كنا نلعب طوبة ويجانا ذيب ووخرت أخويا همز المعضة وهو عظمه وسحنه وراح. جانا نلعب طوبة تنيت الذيب عليه. السوى هو عضة، كان شو سوى إحنا كلها في التتشيع، جينا هو سوى الضيب عضة سحالة سحن هنا سحل حتى ضافيلة خامشان، بس إحنا أربعة جينا ضربناه بتوثية وضربناه بطابقة. وبحسب شهود عيان فإن هذه الحالة ليست الأولى، فخلال الأشهر الأربعة الأخيرة سجلت 7 مشاهدات لهذه الذئاب في مركز المدينة، وجل المشاهدات كانت عند المساء. حالة ثانية عندنا بمنطقة سمي الخماس، ابني هم عاضه وحالته كلش خطره ببغداد. انا حارس المدرسه كان اشوفه، شفته والله يمشي هيك، انا قاعد بالباب ويمنا بازل وشفته يمشي في البازل، فبلغت علي ربعنا واخواتنا والمنطقه وهديرتنا، فهم راحوا برا بس ما كظوا. مديرية بيئة واسط أكدت ليو تي في أن السبب الرئيسي لتكرار هذه الحالات هو شح المياه عند الجبال الحدودية في واسط، إذ قللت بشكل كبير من الحيوانات التي تتغذى عليها هذه المفترسات، ما دفعها إلى دخول المدن. إنه حالات التصحر والتجريف اللي حصل في المناطق الزراعية التي تحيط في قضاء العزيزية وارتفاع درجات الحرارة والتغييرات المناخية التي حصلت، حدثت هنالك تغيير في موائل هذه الحيوانات، وبالتالي أصبحت هذه الحيوانات ترتاد المناطق السكنية لكي تحصل على ما تحتاجه من طعام وشراب ومأوى. ظهور الأفاعي في جنوب المحافظة والذئاب في شمالها دفع معظم الواسطين إلى عدم الانتقال ليلا بصورة منفردة، فيما ذهب غيرهم إلى نشر السموم في الشوارع بانتظار حل يقلل من خطر هذه الوحوش. من واسط حمزة الأسدي، UTV.